السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ لو سمحت، يعني لو في زوج يعني هو مسافر وهو مقيم يعني على كبيرة من الكبائر من أول ما تزوج زوجته دي يعني، وهي أمهلته إن هو يتوب ويرجع يعني عن الذنب ده بقاله تقريبا 5 سنين أو حاجة، وهو يعني مقيم على هذا الذنب وبيقول لها دي حاجة ما بينه وما بين ربنا ومالكيش دعوة بيها، تمام؟ عفوا عفوا، الكبيرة إيه هي يعني؟ يعني الزنا وكده. لا تفارقه. تمام. لا أنزل شرعا حكم الرجم، لكن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. السلام عليكم.